تحية احترام وتقدير لأبطال لبنان الممرضات والممرضين. لما كانت مناعتي ضعيفة واضطريت عيش بالمستشفى، ما حدا يمكن يفهم ألمي وجعي غير اللي عيشوا معي ليل ونهار. طريق الشفا كانت عبرهم. فسروا لي عن أهمية الطعام على تأثيره على صحة ولادي لما أنا ما كنت مقتنعة بفايدته. أنا لما كنت بالعناية بعيد عن عائلتي كانوا هن عائلتي. وتكون بالمدرسة وبوجعة دغري بتعرف شو بني. وهلأ قدرونا نحن نسندهم ونوقف حدهم بحقوقهم. حقكن تاخدوا حقوقكن.